شكوى جدك اللي وصلت لمحمود الجيار واللي وصلها لعبد الناصر بيكلم عن النخبة الحاكمة وعن الاتحاد الاشتراكي وعن الناس دي. نسمع كده. مشاكل الاتحاد الاشتراكي، النخبة الحاكمة، العضوية فيه جبرية ولا يمكن أن ينجح. يتم جمع طلاب المدارس بالقوة من شتى البلاد للاستقبالات الرسمية. تكون طبقة جديدة في المجتمع من المنفعلين من الضباط والأغنياء والمقاولين والتجار. دول مصر وقتها، وصل عبد الناصر مجموعة من الضباط هم المنتفعين، حواليهم مجموعة من التجار وتفضل الرؤى، لكن المواطن العادي جدك وجدي ما لهمش أي 30 لازمة. دول بيخرجوا يقولوا لا تتنحى لا تتنحى، ده دورهم، لكن في الحياة هم زي ما قال الشاب الفلاح المحترم بيداس عليهم بالجزمة. تعال نشوف دلوقتي العاصمة الإدارية الجديدة بتاعت النخبة اللي هيسكن فيها النخبة، أما بقية الشعب يداس عليه بالجزمة. العاصمة الإدارية الجديدة عودة لجدران الفصل العنصري. مش بس كده، أيام عبد الناصر